بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في تيسير علوم الحديث في مدرج السند، وهو أقسام. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مراجعة سريعة عن الحديث الإدراج. الأسبوع الماضي أخذنا الإدراج وتعريف الإدراج، ما معنى الإدراج؟ قلنا بأن إمام البيقوني قال في منظومته البيقونية: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. أن يتكلم الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت عن الإدراج في الحديث. وإدراج أنواع، ذكرنا بأن النوع الأول نوعين. النوع الأول إدراج في المتن، وتعريف الإدراج في المتن قد ذكرنا هي ألفاظ تقع في بعض الرواة متصلة في المتن ولا يبين للسامع، أيهم السامع، أنها من صلب الحديث. وذكرنا بأن الأمثلة هناك مثل قوله أسبغ الوضوء وإن للعقاب من النار، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وإن للعقاب من النار، أما أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة. وكيف نعرف هذه الطريقة؟ بعد جمع الطرق وننظر إلى روايات أخرى اتضح لنا بأن هذا الكلام من قول أبي هريرة، وقد ذكر أبي هريرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم قال ويل للعقاب من النار، وهذا هو الذي اعترف، قال أسبغ، قال أبو هريرة أسبغ الوضوء. وذكرنا بأن هذا في مبدأ المتن، وقد يقع في أثناء المتن، مثالها أنا زعيم والزعيم الحميل أو الضمين كفيل، فقد يقع يعني في، وهذا كلام من قول ابن وهب، كذلك يقع في المثل في نهاية أو آخر المثل وهو الأغلب. ذكرنا بأن قول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل كفيه 3 مرات قبل أن يجعلهما في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده، ثم ليغترف بيمينه من إنائه، ثم ليصب على شماله فليغسل مقعدته. هنا بأن الحديث كلها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يدري أين باتت يديه أو يده. هذا إلى هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها ثم ليغترف إلى نهاية الكلام، هذا كلام من؟ كلام إبراهيم ابن طهمان، وهو أحد رواة الحديث، فإنه كان يصل كلامه بالحديث فلا يميزه المستمع، فكان يصل كلامه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كما نحن نتكلم أحيانا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نذكر الحديث، ثم في أثناء الحديث مثلا نذكر كلمة يعني حتى تشرح كلمة أخرى، ففي أثناء الحديث أحيانا يقع للشرح وكذا، ليس تعمدا هذا. اليوم نأخذ بإذن الله مدرج القسم الثاني أو النوع الثاني، مدرج السند. وأنا قد أرسلت لكم، لأن هنا المؤلف ذكر 4 أنواع، نعم، لكن من غير ماذا؟ من غير أمثلة. وأنا ذكرت لكم، أرسلت لكم مع الأمثلة، وما أدري هل قرأتموها أم لم تقرأوها، فما أدري. المهم مدرج في، لو ما قرأتم حتى افتحوا الوورد اللي أرسلت لكم في المجموعة، حتى إذا شرحنا نضرب أمثلة وتعرفون ما معنى هذا الكلام، وإلا من غير مثال ما تفهمون. الأول أن يروي جماعة الحديث
انتبه معي، تحتاج هذه شوية تفتح مخك زيادة، أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويها عنهم راوٍ، فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين اختلاف. مع المثال تتضح المقام. الآن أي قال صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الآن هذا الحديث ننزله على هذا المعنى للواقع. المروي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. طرق الحديث فقد روي ثلاثة طرق طبعا. الطريق الأول رواه واصل بن حيان. واصل بن حيان عن من؟ عن أبي وائل شقيق سلمة عن ابن مسعود مباشرة. هذه طريق واحد، واصل بن حيان عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود. رواية ثانية رواه الأعمش ومنصور بن المعتمر عن من؟ عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن أبي ميسرة عمرو بن شريحبيل عن ابن مسعود. هذا الطريق الثاني، وأنا قد علمت له لكم، هذا رقم اثنين. الرقم الثالث هو الطريق رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن من؟ انظر، عن الأعمش ومنصور وواصل. هذه ثلاثة جمعها في إسناد واحد، عن أبي وائل، عن أبي ميسرة عمرو بن شريحبيل عن ابن مسعود. فصارت إيش؟ رواية مدرجة. كيف مدرجة؟ مدرجة رواية أعمش ومنصور. إحنا قلنا رواية هنا أعمش هنا رقم ثلاثة، ومنصور رقم اثنين، تمام؟ رواية مدرجة واصل ابن حيان، صارت رواية واصل هذا الأول مدرجة على رواية ماذا؟ الأعمش ومنصور بن المعتمر، لأن روايته تختلف عن روايتيهما. فرواية منصور لأنه مباشر عن منصور بن المعتمر، عفوا، عن واصل بن حيان عن أبي وائل بن الشقيق مباشرة عن ابن مسعود، بينما منصور بن المعتمر عن أبي وائل سلمة عن أبي ميسرة عمرو بن شريحبيل عن عن عبد الله بن مسعود. أما عبد الرحمن المهدي ماذا فعل؟ عن سفيان الثور، عن الأعمش ومنصور وواصل، ثلاثتهم، عن أبي وائل، عن أبي ميسرة عمرو بن شريحبيل عن جاء ماذا؟ وواصل ابن حيان أدرج مدرجة لأنه مباشر رواية أعمش ومنصور، ثلاث روايات صارت، لأن روايته رواية واصل تختلف عن رواية أعمش ومنصور. فهو يرويه واصل بن حيان عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود مباشرة. طيب، ورواية أعمش ومنصور لا يرون ماذا مباشرة؟ الأعمش ومنصور عن شقيق بن شريحبيل عن ابن مسعود. فجاء عبد الرحمن المهدي ماذا فعل؟ فأدمج ثلاث روايات، أدمج ثلاث أسانيد، فقال عن الأعمش ومنصور وواصل ثلاث روايات، عن أبي وائل، عن أبي ميسرة عمرو بن شريح. فهذا يسمى ماذا؟ إدراج في الإسناد، الصورة الأولى. هل عندكم إشكال في هذه الصورة قبل ما ننتقل إلى الصورة الثانية؟ أسألكم، مفهوم شيخنا، مفهوم. مفهوم صح؟ نعم، بارك الله. طيب، اللي ما فهم ننتقل، ما ننتقل أشرح مرة ثانية، لكن أمر واضح، أنا حتى علمت عليه كلها. طيب، الصورة الثانية الذي لا يفهم يسألني، ما في مشكلة حتى لو بعد ما انتهيت. الصورة الثانية أن يكون المتن عند راويه عن شيخ له إلا بعضه، يعني بعض الرواية عنده،
فإنما هو عنده بواسطة بينه وبين ذاك الشيخ. فيدرجه بعض الرواة عنه بلا تفصيل. مثال ذلك حديث ابن اسماعيل، حديث اسماعيل بن جعفر. هناك حديث اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس. اسماعيل بن جعفر يروي عن حميد عن انس في قصة ماذا؟ العرانيين، الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانيا وأبوالها. طيب، لفظة أبوالها ليس من حديث إسماعيل بن جعفر، إنما سمع حميد ممن؟ مش من أنس، من قتادة عن أنس كلمة ماذا؟ وأبوالها، كما بينه محمد بن أبي عدي، مروان بن معاوية، ويزيد بن هارون وآخرون، إذ رووا عن حميد عن حميد عن أنس بلفظ ماذا؟ فشربت من ألبانها، من غير على أبوالها. فعندهم قال حميد، قال قتادة عن أنس وأبوالها. فرواية إسماعيل على هذا فيها إدراج يتضمن تدليس. فإذا أبوال هذا ليس من رواية ماذا؟ عن حميد عن أنس، وإنما من رواية ماذا؟ حميد عن قتادة عن أنس. قتادة ثقة. كيف عرفنا ذلك؟ بينه محمد بن عدي ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون وآخرون، إذ رووا هذا الحديث عن حميد عن أنس فشربت من ألبانها فقط. فعندهم قال حميد، قال قتادة عن أنس وأبواله، يعني أتوا بالرواية الثانية. فهذا مدرج لفظ عند شيخي، قسم هنا وقسم هنا. فأدمجوا ألباني وأبوالها بسند واحد أو حديث واحد. هل عندكم إشكال من هذا؟ قتادة طيب، السنوسي. نعم، قتادة السنوسي. أي نعم. طيب، الصورة الثالثة، الصورة الثالثة، أنا كاتب الثانية عفوا، أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، يروي راوي عن أحد إسنادين يجمع إسناد واحد، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. مثاله حديث ولا تنافسوا، ولا تنافسوا، حديث أدخل في متن لا تباغض، المرفوع الثابت عن مالك عن الزهري عن أنس ابن مالك، عن أنس بن مالك، عن مالك بن أنس، عن محمد بن شهاب الزهري، محمد بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك بلفظ ماذا؟ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، هكذا. طيب، من وين جاءت لا تنافسوا؟ جاء من حديث ثاني مدرج. كيف عرفنا؟ قد نقل من راويه من متن لا تجسسه. هناك حديث لا تجسسه، أو بالحاء ولا لا تحسسه. الجاسوس الفائدة لا يقال للمسلم، مسلم لا يقال جاسوس، يقال حاسوس، وإنما الجاسوس للكافر. لا تجسسوا بالجيم، أو لا تحسسوا بالحاء. المرفوع الثابت عن مالك أيضا هذا، لكن عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن عبد الرحمن بن الأعرج، عن أبي هريرة بلفظ ماذا؟ إياك، هذا حديث الثاني، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث
ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. أدرج لا تنافسوا في السند الأول، هذا أخذوا كلمة وضعوها في السند الأول، وإلا في السند الأول لا توجد لا تنافسوا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. أدرج لا تنافسوا داخل ماذا؟ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. هذا الأولى عن مالك عن الزهري عن أنس. طيب لكن رواية أخرى عن أبي الزناد عن الأعرج عن يعني حتى طريق آخر، والرواة تختلف. إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ثم ذكر الحديث. فالراوي ماذا فعل؟ حافظ اثنين أخذ كلمة من هذا ربما خطأ أو تعمدا، الله أعلم، وضع في حديث الأول، وضع في حديث الأول مع إيش؟ مع حديث مالك عن الزهري لا تباغضوا، وضع لا تنافسوا أيضا، وإلا الأصل لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، هكذا حديث فقط من غير زيادة. لا تنافسوا، لا تنافسوا أخذ من رواية أخرى. هل عندكم إشكال في هذه الصورة؟ طيب لحظة يا شيخ، نعم يعني هو نقل كلمة لا تنافسوا من نعم حديث أبي الزناد إلى الحديث الأول اللي هو عن نعم مالك عن فقط. هكذا أدرجها في داخل حديث مالك. جميل. طيب الصورة الرابعة أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض محدث يتكلم عن فلان عن فلان عن فلان ثم يتوقف، يكون يجي له عارض تليفون جاله أو كلام جاله يعني، المهم بعدين يتكلم كلام، فيظن بعض من يستمعه هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اشتغل بعدين قال كلمة فالطلاب يكتبون يظنون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما حدث لبعض العلماء. الآن نأتي بمثال، مثال حديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى الزاهد، هذا انتبه الزاهد كلمة الزاهد، عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا الحديث باطل أصلا، مش حديث هذا، لكن الذي يروي انظر عن شريك عن رواية عن إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. كيف عرفنا هذا الكلام ليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الكلام عن ثابت بن موسى الزاهد، لأنه كان يقوم الليل وكأنه شيخ أثنى عليه يعني. قال الحاكم، نرجع لكلام الحاكم ماذا قال؟ قال: دخل ثابت بن موسى الزاهد، هذا ثابت بن موسى، على شريك، وشريك يملي له إملاءات، يقول اكتب وهو يملي، ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سكت. شريك سكت ليكتب ماذا؟ المستمر، يعني المستمر اللي يملي عليه. فلما نظر إلى ثابت هكذا قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قصد بذلك من؟ ثابت. قصد ثابت لزهدي وورعه، فظن ثابت أنه متن، ظن بأنه هذا متن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ظن متن ذلك الإسناد، فكان يحدث به، فكان ثابت يحدث بهذا الحديث. ثابت يقول بأن من كثر، قال صلى الله عليه وسلم، ما يعرف بأنه هذا الكلام كان يتكلم معه، يعني شريك كان
يتكلم معه أو يملي عليه يعني. فكان ثابت كان يذكر لطلابه مثل محمد الطلحي وغيرهم يعني، كان يذكر لهم هذا الحديث، يظن بأنه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا ذلك؟ علماء يحكمون على هذا. لذلك هنا حاكم ماذا قال؟ قال دخل ثابت، قصة عن طريق قصة ربما تعرف، دخل ثابت على شريك وهو يملي ويقول حدثنا الأعمش إلى آخر، ثم قال وسكت ليكتب المسلم، سكت حتى يلحق الكلام. فلما نظر إلى ثابت نظر هكذا، قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه، كان يثني على من يقصد ثابت ابن موسى. لماذا؟ لأنه كان زاهدا وورعا، وظن ثابت هذا أنه متن ذلك الإسناد. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.